كلمني عن اللوك الجديد يا رمضان. والله احنا انا عامله عشان مشروع ان شاء الله مفاجاه قريبه الجمهور هيعرفها باذن الله. اللحم الغنائي موسى ان شاء الله داخلين نصور باذن الله يوم 21 نوفمبر باذن الله، كمان 5 ايام. بس القط السعيد قال ده حقيقه؟ القط السعيد حقيقه؟ يس حقيقه، جزء من الحقيقه يعني. عن عزت حنفي؟ لا 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 خالص، الاحداث قبل كده بكتير. عزت حنفي قريب جدا ان شاء الله، ان شاء الله وفي كل الوطن العربي. شرف عظيم، وبتمنى من ربنا ان شاء الله ان كل سنه احصد جائزه احسن ممثل، وباستفتاء الجمهور كمان، دي جائزه معناها كبير جدا عندي، ويا رب دايما اكون عند حسن ظن الجمهور العربي العظيم، الجمهور المتذوق للفن بشكل كبير، وان شاء الله كل سنه في نجاح، وكل سنه في احتفالات ومهرجانات. افضل رد في الـ انا بفضله يعني الرد بالعمل وبالنجاح، مش الرد بالكلام يعني. الـ 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 الفعل هو تاثيره حتى على ارض الواقع اقوى واهم بكتير عند الناس. المعاناه وقود النجاح في الاخر. يمكن تحدي كورونا ده ممكن ينتج منه حاجات عظيمه، نكون اكتشفنا حاجات في نفسنا حلوه، اكتشفنا قدرات عندنا، اكتشفنا ان احنا عندنا صبر، عندنا قوه تحمل، قابلين للتغير، ان احنا نغير حاجات فينا. اثار جدلا كبيرا وقال ان محمد رمضان مريض شهره، ردك ايه عن التصريح؟ اقول له استاذ عزت علي يقول اللي هو عايزه، هو استاذنا وتاريخ احنا بنحترمه وتاريخ مشرف جدا. شايف ازاي رقم مايكل جاكسون العرب؟ مايكل جاكسون العرب اللي شايف ازاي؟ والله شهاده عظيمه من رجل اعمال ناجح، فاعتز بيها جدا. طبعا هو بيشبهني باسطوره الغناء. والله هو المطعم فيه طقوس معينه ان احنا نكسر اطباق عشان نطلع الطاقه السلبيه.